بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني أخواتي أحبتي في الله، ونحن قريبون من أذان المغرب من ساحات المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، وجزاكم كل خير إن شاء الله. يعني هذه أمطار الخير التي تهطل على ساحات المسجد الأقصى المبارك، يكون فيها الخير لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة أن يرحمنا ويرحم كل المسلمين المكروبين في كل هذا في كل هذه سبحانه وتعالى. فالبلاء قد عم والكرب قد اشتد، وكثير يقعون ويرزحون تحت هذه الابتلاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يبارك فيكم وفي أعماركم وفي ذراريكم وفي كل ما لكم، ويصبركم ويثبتكم ويربط على قلوبكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا صاحب الغوث أغثنا. أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كرب وشدة، وتكالبت عليه الأمم من كل مكان وعلى كل أمورها. فرج كربنا يا أرحم الراحمين. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين. ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة وفضيلة، بعث الله مقام محمد عن الدرجة الرفعت لك وعدت، وجزه عنك الجزاء إنك الخير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم.
لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم السلام. صدقا ودائما. الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.